الكلام اخي ما كانش خصو يقولو، فهمت؟ هذيك الهضره ما كيقولها شي وزير الصحه، يعني بداك النيفو هذاك ما كانش خصو يقول ديك الهضره، فهمت؟ يعني كتسمى هذيك راسيستاس، فهمتي؟ يعني هذيك الهضره راه هنايا الناس عايشين ماشي طنجة، ولا راه المغرب كامل عايش في طنجة، فهمتي؟ اوه واش عاتم ما تجبر ما تقول، فهمتي؟ ما تجبر شي شي، يعني ها هو كلشي دابا كيدار عليه، كلشي ها هو دابا في الضجه واقع في موقع التواصل الاجتماعي، فهمتي؟ ايوا خصو دابا على الاقل لما عمل شي شي اعتذار ولا شي حاجه بحال هكذا، فهمتي؟ وهادشي ما طلاقه هو الهضره دم معقول قال هاد الكلام هذا ما خصوش يقول واحد الوزير كيمثل المغاربه كاملين، زعما حنايا ماشي مغاربه جينا في الشمال، ولا حنايا تقول لك يعني الشمال يعني مدينه اللي في طنجه هي اللي عامله هادشي هذا اللي في المغرب وكذا، وهادي حنايا كنشوفوا راسنا هما اللي كيتحكموا، حنا ما عندنا والو، كيقول لك دخل في السته كتدخل في السته، خرج في كذا كتخرج في كذا، في الاخر كيقول لك انت اللي عامل كل شيء، الشركات كاملين فاتحين، الشركات كاملين على اسمك، ما تفهم والو، الله عدل وصافي الروبي. شغادي نقول لك يعني بالنسبه للتصريح ما كانش في محله، يعني على الاقل بعدي كان خصو يسمي المدينه كي مثلا يقول مدينه طنجه، فهمت؟ وهذا اللي بان لي، يعني بالنسبه للمدينه الناس اللي ساكنين في مدينه طنجه كاملين ما عجبهمش ذاك التصريح، يعني ماشي في محله. لا يعني الوباء في منتشر في المغرب كامل وفي العالم كامل، ماشي طنجه هي السبب. صراحه من مسؤول كبير ما خصهاش هذه الهضره هذه تصرح من طرف مسؤول كبير، بالاحرى ما خلى الناس البساطين، الناس اللي جاهلين وما قاريينش ما خلى لهم يقولوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.